زيد واحد القلق زيد راه كاين واحد الوسط راه هذا ولي بالي تمام هو بخير تشيجي ولا مازال مازال ما تعشيتيش لا اخويا هذا شاو بسم الله واحد غطوه هو عليك على البرد نخليها هاي السلام عليكم. السلام. اجي خصني. هاكا واحد شوية العشاء هو شتيه؟ هاكا. وصافي. شي خبز ولا واحد الكويش هنايا؟ لا الكاش بلاش عندك؟ عندي عادي. ايوا صافي. الله يرحم لك الوالدين. صافي يلا. خذ تعشى بعدا. هاك اخي طلع هانيا ها واحد الكويشة وشي حويجات على البرد صافي صافي شكرا يلا الله وفيك ما تزبل ليش ها انت هو اللي بطل تحت هو ها هما كويشات واحد الطاقيه واحد التقيشرات صافي يلا سلامة. أشرف فوزي رئيس منظمة نماء. منظمة نماء هي منظمة حديثة التأسيس تأسست في 22 يناير 2022 بالأهداف ديالها تخدم على المجال الاجتماعي الخيري المجال الثقافي التربوي المجال الرياضي المجال الفني مجال تكوين الشباب والأطفال واليافعين والنساء أيضا في ظل هذا الجو البارد اللي كتمر منه مدينه الرباط ارتأت المنظمه انها تنظم واحد العمليه ديال في البرد لفائده اشخاص بدون ماوى في مدينه الرباط في منطقه القامره يعقوب منصور المدينه اكدال مقاطعه اليوسفيه اللي من خلال هذه العمليه هذه غادي تغطي 100 شخص بدون ماوى بداو جمع تبرعات في خلال هاد 15 يوم توفروا بعض الملابس الشتويه القفازات والطاقيات والبطانيات الشتويه وسراويل والجاكيت اضافه الى وجبه العشاء اللي فيها دي ساندويتش وسلطه ودانون يعني اللي يعني كوجبه يعني ديال العشاء هل يمكنك ان تكون هناك شيء 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 يمكن
دار بش واحد الخطا واحد الباب خير ان شاء الله خير امبارح بوالدي زهير الطيري امين مال منظمه نماء اللي تاسست حديثا هي واحد المنظمه اللي كتشتغل على مجموعه المجالات منها المجال الاجتماعي اللي حنا بصدده اليوم كنتواجدوا في هذا النشاط اللي هو نشاط اجتماعي خيري 100% هذا النشاط اللي هو عباره عن مبادره اللي دارتها المنظمه ديال في البرد اولا تعاطفا مع مجموعه ديال الناس المشردين في هذه الفتره اللي كتمر بها البلاد واللي هي فتره ديال البرد اللي كتكون في العشيه وغالبا تنحتاجوا التعاضد والتكاتف ديال الجهود ديال جميع فعاليات المجتمع المدني بما فيها الساكنه بما فيها الناس فهذه المبادره جات اظن انها في وقتها اولا هي فتره اللي قريبه لشهر رمضان المبارك واللي حنا من هذا المنبر كنطمحوا اننا تكون عندنا مبادرات اخرى ان شاء الله بحول الله واللي هي مقبله على الابواب مثلا قفه رمضان اللي حنا مشرفين اننا ننظموها ان شاء الله بحول الله في رمضان المقبل من هذا المنبر انا يعني كندعي جميع الناس انها تكتف الجهد انها تدعم انها ولو بدرهم ولو بجوج درهم ولو بثلاثه درهم ولو بخمسه درهم يعني العطاء ما تيكونش ب 1000 ريال ولا ب 100 درهم ولا 200 درهم انما العطاء بالقليل القليل والقليل والقليل كيعطينا الكثير فاحنا كنا معنيين اننا يعني نتضامنوا مع هاد الناس اللي حنا محتاجين لنا الان وهنا كنا معنيين اننا نتضامنوا مع بعضياتنا لان حنا طبيعه الحال دوله اللي الحمد لله دائما فيها تضامن دائما شعارها هو التكاتف فهذه فتره واظن ان هذا نشاط لهذا يكون مثال ولهذا يكون يعني فيه امثله وماشي الاخير ديالنا وماشي الاخير ديال المجتمع المدني وهذا انما يكون نشاط ان شاء الله اللي هو بادره لمجموعه الانشطه اللي تكون في المستقبل القادم وتنشكركم طبيعه الحال على تغطيه الحدث وحنا يعني كنتمناو ان من هنا القدام يكون تغطيات اكثر باش ان الناس تحسس وتفهم وتعرف هذا الشيء اللي كيدار ديال المجتمع المدني شكرا لكم واحد تبي يدير مقراس عندك دير هذي واحد خشرة هذا الشريف دير واحدة نقية دير هذي نيشان اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة